أقول مبروك أيبب. لأ، ويوم طلبتهم كل الألوان قلت والله إذا اللون ناقص راح أتهاوش مع بوتيكات، لأن تعرفون أنا شكثر أحب جناط البيركن، ومرات ودي أكشخ بجنطة البيركن بس أكون مكان بحر ولا صيف، ولا حتى ستايله هذا غير شوية على ستايلش صيفي ين الجناط اتعقد ما تقولون، بس نعش دينار. أبي أوريكم الديتيلز بالنظافة، شيء مو طبيعي. شوفوا الستيتشز، شوفوا الخياط هني شلون مرتب، شوفوا توصل لكم بهالطريقة. لو شنو يجي معاها؟ يجي معاها هذا الحبل تسوونها، أنا ذهبت الجنطة عشان تشوفونها كاملة. طبعا هذا من أحلى الألوان عندي النود، شوفوا الجنطة تصير كذي، ومعاها ربطة، كل جنطة معاها هذا، كل جنطة معاها هذا، ومعاها سكارف، ومعاها القفل. الجنطة حجمها مو ثقيل، أوكي، والحلو فيها إنه سهل تتنظف. البيضة أنا وايد عجبتني، والنود السودة بعد حلوة، وشوفوا الفوشي خلاص هذا جابت راسي، وهذه اللي جاية على لون التيفاني، وهذا البرتقالي لون ماما سميرة. ماما سميرة ياخذ هاللون، هذا اللي يحب ماما سميرة ياخذ هاللون. أم خالد أي لون حبيته أكثر؟ محتارة بالألوان، محتارة. أنا هذا يعني كل الألوان حلوة. وقبل شوي قاعدين نتناقش أنا وأمي وأم خالد على السعر، إيش رأيكم بالسعر؟ بلاش بلاش يعني بالنسبة حق النظافة. شوفوا 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 الخياط، لا تقولوا لي إنه 12 دينار مو نظيف ولا الكواليتي ماله. النوعية البلاستيك يعني متين وقوي، متين وقوي. اي خذي اللي تبونه، بس انا ابي النود والبيضة. الباقي عليكم بالعافية. يعني شوفوا وايد وايد حبيت شلون وصل باكج بدست باج. شوفوا حتى يحطوا لكم هذه عشان جنطة لا تتعفس، وهني داخلها السكارف مثل ما انتم شايفين، وداخلها وهذه تشوفون كواليتي مالها خيال. لما توصل لكم راح تعرفون شنو اقصد ولا غلطة. وايد وايد حلو. طبعا كلهم رادتهم، بس خاوريكم شو شكلها تصير. لحظة خسكرها، شوفوا هذا شكلها وانتوا مسكرينها تصير كذي نفس الجنطة البيركن العادية. وايد بنات أبي أقول لكم شغلة، وايد سألتوا أول شيء شاركم بالبنر وايد حلو. المهم بقول لكم عن شغلة، وايد قاعد تسألوني دانا وين الجنطة النود. طبعا أنا شريرة شوي رايحة سألتهم كم حبة بقى من الجنطة النود، كان يقولون لي هالعدد. قلت حلو يبوهم كلهم، راح أسوي فيهم بوكس، فعشان كذي طلعت الجنطة سولد أوت، وما شاء الله باقي البنات هم باعوا منهم وايد. فأنا خذيت هذول الألوان الباقية اللي تنباع بروحها، قمت خذيت أكثر شيء ينباع عندي بالبوتيك وحطيته بوكس. هذا هو حمر باستيل الخمسة النار، باليت نيكد الهيت بس الميني سايز، الجنطة النود ميد نايت حق الجسم والشعر الفظيع حيل، عطر سوفتنس مالي اللي وايد أحبه رجالي نسائي، ونوعي من الأساور واحد أكريليك واحد خام. قمت حطيت لكم كل الأشياء عندي البست سيلر بوكس واحد، وسميتها أعايدكم من لندن. وايد استانس بالبوكس، حسيتها وايد عملي وايد راح تحبونه. أول شيء النظارة هذه تينن باللبس وايد ستايلش، ثاني شيء عطر سوفتنس وايد راح تحبونه، يذكركم بعطور كوكو شانيل رجالي نسائي يونيسكس، الجنطة النود، باليت هيت الميني من نيكد، هذه النظارة تكررت، أساور الخام، حمر باستيل، عطر ميدنايت، أساور الأكريليك.